انا شق قادنا زياد ديال الفراشه السوقات مزيان ديال حاج مصطفى عده سنوات نشي ديال الفراش غاد مزيان ديال حاج مصطفى وغالبا ما غنخدم خير الفراشه ان نش غالي خاصه هرشخ وغالي مورا ديج الامكانيات ماني غنخدم امشاني نوض وزير بدا قاسم راه خصنا بعد الدرخ زقمش انا وشتي البادين وشتي من غش وشتي عاد رماندا لان نش غالي الامراض عده امراض ذهنيه وعقليه وجسديه وحرق ذايسن الصور كيسن ولي خا العامل والو ولي خا الباشا والو ولي خا رئيس والو ولي خذي سروان قبل ما تفقن عاد كواسكات ولي خا كواسكات هكا غاسن يخسن غادي تكش من دي غاش خغروم قانيواه واخا في دي التالي ولا ديجن توقعي الحادثه ثم غادي سبيطار تمقرانت عارض غزو كموم وتاريخ زيد ديريكتور تاريخ زيد حتى الوزير الصحه واخا في دي تاري واخا خذي تاري الوزير ولا دار الرئيس ولا دار الوكيل الملك ولا دار الوكيل العام ولا دي الجن واخا خذي تاري نمشي ديما انايا خص اخر قانون كي وقف قام اخر قانون اي قانون غنخنشين القانون اللي غنخي خصنا نطبقم طبقا لهذا وجي نشني غنجمع من الفراشه جمعت الباغيات جمعت الشفان جمع حتى هو النحر مزي الشوارع وجي جمع مين يخدم الشغرزن اللي تيقلبوا على خبز وخاصني تزر مشى ازرتيني يجن يمشوا من تا هو سولوسيون عمان وارث مزيد حاج مصطفى عمان غا تا هو سولوسيون عمان الزانيه الباغيات نورا غا الوكيل الملك غازي الباغيات نشخص هذا يقم ديال الحبس خل حقينو هذا حقي غاري غاب على المشاكل ديال المحكمه ولا ديج المشكله وهذه تيدقين ولا ديج المشكله وهذه تيتصفغن من مين ما راه حقاني نشي نتوزز نعترف الانسان يكثي اواني العملات غين غير وبيولي خا الوكيل الملك اننا شراجا انت نخسيش كلشي وتمن غير ولا كيجن وتمن غير حيت كاغر قانون اي قانون هذا عينا ما نكتبون وحرم ذو مدنارين وحرم ناري ولا ديج نزير قانون ما يالا نغشا واه وشد واه عندكم واه 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 ايوا مرمي ضغط غثاري إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتكم الآية حتى لا يروا العذاب الأليم. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. قوى الظلم، قوى ديجن الظلم ضم قران، نشي الناس ذو الحق النخ للمواطن كنشد الفراشة وغالي ماني غشخارهم. إني معاق ذهنية وغالي مار الرابو تراح حتى وزارة الصحة، تراح حتى المستشفى الحسنية، وتفخ مدوى، قال سنهاش كانش عما التوريك تشد ورد غانخ، انا شنو شدوى، خمي غادي راح نتراجيخ نتاع حقوق راجي ولا ديجن باكيت ندوى وغاز نتجي. ماشي هذا منكر، وكنيو زعما ذي المملكة المغربية، الحمد لله المملكة المغربية راه الدواء تشنني وذا نغلي، تشنني الحقوق نغلي، شي واحد تشم الحق نغ، هاكش لا كارت كاغوم تنش المرض، هاكش إذاعاقة ذهنية، غالي المرض ذهنية، هاكش عاد ها. بطاقة الخاصة مريض شكوى توقاري قاع نتا الانسان يهرشن شكون مي تجي ميز المخزن وشا ديت كن شامو ومي تجي تراح خا ديفيزيوني وغالي ديت فوق كان يوا ذا يجي ايوا السنة كاملة نتا ديفيزيوني وذا يجي وميس نتا راه غيخي شفان قاصنا راه حيت يتخقى ذا شفان علينا يخنيت نشد شك كامل المخزن إلا ما خمي ذا نشد عمر ماندا أي ماندا تيعطيو لي أنا تيعطيوني شي ماندا أنا كنحارب المصيبة نشد حرابة خيدا ثار ونحرم أتحارب خ المشاكل أتحارب خ الباقيات ذي شفان ولكن هنا قاني شك بعدا نخ وغانغطس وغانقرب الخوج مع النيرات نش الجينيرات نش الخون اما شنو لا كاتني اعتمادكم غير كافي لجا مكالمه ان كان هذا هو حق لا راح جمع من القران قدير قهويه جمع هذا القران زي الشوارع جمع هذا القران زي البازارات جمع هذا القران قنت القران قنت قنا كيف الله يحفظ جمع التدخين والمخدرات والمصائب موجود ماني غنجمع مين يخدم الشغرزن كان شينا كاخذ المملكه المغربيه واه ماني غنع الحمد لله الله الوطن الملك واه ماني غنع واخو راه هذه جوج انا غاسلاح بريا مشى لها وغاخ هو ماني غنبدل وغاخ هو البديل وياك واش حتى غنخدم شغلنا اش تي بوبرينا شنا اغروم اللهم انا هذا منكر ماني غندع اجمع في كتاب الله قتيل انزيز ديال الشوارع غالي نجمين يكا ديال القران مين يكا كتاب الله ديال دي غاس وني تتي الفن يكا كتاب الله وتوزع يدي الشوارع تيوريك ندي الشوارع بانما انت سل آية الكرسي والآية الكرسي تيرانزيس احسن آية تيرانزيس القوة ديال القهوة تيرانزيس دي خاصة ديال المختبرات مالي ما راح مالي اي مكان هذه انت في الآية الكرسي من دينير المخدرات اتكيف من دينير التأمين راح خاصني غاس كتاب الله اكس كتاب الله زيد التأمين كا كتاب الله تشك في سبيل الله ولكن تكيف نغاس القرآن آية الكرسي الخوك كنت ذيك ولا مشان البازار في عما الشكوفة نسبسي يا عما غير القران يقول خزي سنت كيف الغاز هاقش قصاريا غواني قصاريا يا عما من زي سر القران من داس كيني هني زوقنت القران ماشي هكذا نزل وكلما ما سوت موسى تكلمها وجعلت ابراهيم خليلا واحييت لعيسى موتى وسخرت لداود الجبال ولسليمان يحول الشياطين وماذا قال محمد صلى الله عليه وسلم الناس يا ربي ماذا من ديك الشيء قال انا جعلتك كنز من كنوز الرحمن لا حول ولا قوه الا بالله واش هو من الكنز قران خاص حافظ ما جزت سيره احكم السلحق وتحكم بوسي خارقا
من غنكشي ديال الكذوبات من غنكزي المصائب مثلنا وني غنراح القايد والتفد الشيخ والتفد الباشا والتفد العامل تراح خاص عده ايام مرمي ما راح خاص عده سنوات قاني وذيجي ولي خاصنا بعن الطلبات ولا ديش نطلب وغالي دارين ولا ديش نطلب وذي ديكشين تراح خاص نص طلبات ولا ديش نطلب وذي داري ماني غير خنش اعطيوني بينا كل خبز وشتير ما ندينو هكا غومر شيخ وشتي من غش خنش او شتي من غش شخص من غسوه اكثي ثاوينو غالي 43 سنه شقيق كم خعلم بان اللهم ان هذا منكر كنيو ثقام كواخي خشر ديش عاش ديال المغرب ثقامك اخر الحمد لله مره مليح مين دير جام مليح هكا كنيو مليح كنيو خدمي مداورهم غوما مع خمسه المندات ايش من غار خا عباد الله غنخشى لله العزه ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون اتقوا يوم ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون اتقوا الله اتقوا الله في حكمكم اقل حكم وجيا مجوزا لماذا؟ لأن الإسلام أتى غالبا وسيعود غالبا فطوبى للغرباء فطوبى للغرباء الإسلام وذو مين يحارب ثيني يخدم شغنصن يني يازون شنغروم أحارب في البغايات الشفارة أشفان شسادة في خلق كوميسارية في السنة في فرصة اللهم إن هذا منكر استقوض خلق وكيل الملك ذيال فنتنغي تكسد وكيل الملك مين ذيك أشفى هو مين تو إذا يشكم للمخزن أنا شكم الحمد لله إن لله وإنا إليه راجعون اللهم ارد بكم إن شاء الله اللهم ارد بكم إن شاء الله تسلم الحق لسيدي ربي أيا ذوم غير يخرج السلام عليكم